بتوديعا خير الوطن وأن نشود بالدماء بتوديعا خير الوطن وأن نشود بالدماء بتوديعا خير الوطن تباة تحية العلم أرسلوا نحتفل اليوم بالذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، شاهدين بذلك على توالي عقود من العطاء والتفاني في خدمة الوطن والمواطن وفق رؤية الملك المؤسس جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه، ووفق منهج التحديث والتطور والمواطنة الذي ما فتئ يرسي دعائمه مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. تحت شعار الأمن المغربي شرطة مواطنة في خدمة المغاربة منذ 63 سنة، هذه المناسبة نجعل منها لحظة تأمل، أولا من خلال تجديد البيعة للعرش العلوي السامي، وثانيا من أجل استحضار كل التضحيات والجهود الجسام التي بذلتها نساء ورجال الأمن الوطني، وهي سنة أمنية نرتكز عليها لدراسة كل المعطيات المسجلة خلال السنة المنصرمة من أجل قراءة تلك الإحصائيات ومعرفة تطلعات المغاربة ورغبتهم في أمن سليم. نستحضر كل الإحصائيات من أجل بلورة استراتيجية مستقبلية نبني عليها كل الخطط، وذلك في سبيل خدمة المواطنين المغاربة رعاية جلالة الملك في كل ربوع المملكة المغربية. أول تجربة، أول مرة كنحضر، يعني أنا رغم أن الكوميسارية صورت فيها بزاف كنعتبر راسي في دارنا، وكيعجبني أنني نحضر بحال هذا ليزيفينمون، وقلت نجي نشوف وكتكون عليها يقين أن الدراري ديالنا تبارك الله يعني مستوى عالي، يعني مستوى راقي، وهذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. الحمد لله، أنا بالنسبة لي عندي الشرف باش نقول في ذكرى التأسيس ديال الأمن الوطني، تلاقيت استدعاء باش نجي، جيت حضرت استفدت بزاف ديال الحوايج، كنشكر جميع الأمن الوطني على الصعيد المغربي، وكنشكر السلطات جميع مختلف السلطات على الصعيد الوطني اللي كيقوموا بواحد الواجب اللي كبير، حنا خصنا نساعدهم ونساندهم والله يخليهم ديما في جنبنا. الحمد لله، هذه دعوة اللي كتوجه لنا كل سنة، والحضور ديالنا هو حضور ديال الشكر والامتنان للشريحة من المجتمع اللي كتسهر على أمن البلاد وراء صاحب الجلالة نصره الله، فالحضور ديالنا هو شكر ومزيد من الشكر، وكنشجعوهم وكنقولوا لهم الله اللي غادي يجازيكم على الدور اللي كان تقوموا به في تمين الأمن والسلام في البلاد ديالنا الحبيب، اللي بفضل الله وفضل صاحب الجلالة وفضل جنود الخفاء في الشرطة اللي كنشوفوا هذا الأمن وهذه الفرحة في البلاد ديالنا، واللي كنتمناه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك باش تدوم هذه الفرحة وهذا الأمان على البلاد ديال المغرب ديالنا الحبيب. الحمد لله، فأنا جد سعيد وجد مسرور لأنا للزملاء ديالي اللي تلقينا دعوة للحضور اليوم الاحتفال بيوم ذكرى 63 ديال تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، فهذا كيشرفنا وكنبغيو نشكرهم خلال الناس ديال الامن اللي كيسهروا على راحه المواطنين وعلى راحتنا، فاللي كيضحيوا كثير. تدخل قصد الانفلات من هجوم مفاجئ عامل لسلاح ناري